بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ونحن معكم وحلقة جديدة من برنامج خدم ملوك، تابعونا. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حياكم الله أحبتي مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه المدينة المباركة، مدينة الناصرية، وهي مدينة زاخرة بحب أهل البيت وكذلك الشعر والشعراء والردة الحسينية. معي الآن في الاستوديو خادم الإمام الحسين الشاعر الحسيني تحسين الخفاجي. حياك الله شاعر. حياكم الله أستاذ خادم الإمام الحسين عليه السلام. الله وفقكم إن شاء الله. حياكم الله أستاذ، وأهلا وسهلا بكم. موفقين إن شاء الله. كذلك أحبتي معي الرادود الحسيني ملا سامر عدنان. حياك الله ملا. حياكم الله يا أبعد قلب، الله يرضى عنك ملا. موفقين. إذن أحبتي، أحسن الله لكم العزاء وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وكذلك أهل بيته الكرام. أحبتي مشاهدينا الكرام، بداية سيكون سؤالي مع الشاعر الحسيني تحسين الخفاجي، وهو أحد شعراء الناصرية بتحديد مدينة الناصرية قضاء الشطرة. أستاذ تحسين، في بعض الأحيان نرى أنه الشاعر الحسيني يكتب القصيدة بلحظات أو ساعات قليلة، وفي بعض الأحيان نرى أنه الشاعر القصيدة تطول أشهر وحتى سنة. نعم أستاذ وليد، هناك الكثير من الشعراء يمرون في هذه المرحلة. نعم. وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أنه الحالة النفسية للشاعر. نعم. وهو السبب الرئيسي. والسبب الثاني موضوع القصيدة. مرات أكون موضوع يتطلب فترة قصيرة، مرات أكون موضوع لا يتطلب فترة طويلة. يعني حسب الطريقة مثلاً. حسب طريقة الشاعر وحسب الألحان. مرات أكو ألحان يطلبها منك الرادود أنه تريد لها زمن معين في سبيل تكتب القصيدة، يعني تتأخر بصياغة القصيدة الحسينية مثلا. أحسنت. مرات أكو أوزان صعبة، يعني مثل ما تقول مقاصير نختصرها، وأكو لا أوزان شعرية مثل الموشح التجليبة. تحسين الخفاجي كتب قصيدة كانت بوقت قصير جدا وكانت بأجمل ما يكون. نعم أستاذ، القصيدة اللي هي قطعت هرش القلب التي نالت إعجاب الكثير، والحمد لله والشكر، الله وفقنا ووفق الملة سامرة، الله يحفظك. الله يوفقكم إن شاء الله. خدمة أهل البيت عليهم السلام. أكيد شاعرنا الكريم اليوم احنا بدنا نستغل وجودكم وهذا الشعر الحسيني، وهي نكهة وجودنا اليوم بسماع الشعر وكذلك الردة الحسينية. نسمع بداية، أنا ما راح أقيدك، أحب أنه أسمع من عندك إن شاء الله. من خدمتكم أستاذ. خويا يا عباس لحق على الخيام، النار شبت وانت ظن عندك علم. أنا يا عباس بتحام الدخيل، شلون ترضى تراكض بين الزلم. الله انت الله. الله يا تحسين. خويا ميل الصوت متنو على راح، وبس تجي سمتون بيدك اللجم. اسمع الاطفال كلها الصيح ماي، منين اجيب الماي والعسكر زخم. الله الله. خويا يا عباس ضيعت العيال، شلون الم هوانا كل ساعة عندهم. سلبوني وسلبوا خدرك يا خوي، وانا بتمني ابو فاضل وانشتم. انضرب بالصوت واصعده على الهزيل، خوي قلب صحوة انا لو حلم. الله. غرغرت عينه وعلى الخدم عسال، ومني يا عباس احد سراح العزم. الله.
كربلا ما رحمت بحال بجفاك. قمت كل ساعة بمواقفها انصدم، الخيم طاحت والعدى ذبحوا اخوك، قوم عاين صدر اخوك المنهشم، بالفواطم صار خويا الما يصير، وشن رقية وسكنة قربا لليتم، جيت يمل على القم وشفت الشفوف، ومن شفتهن قمت أحثر بالجدم. الله يا تحسين، شوفتني كربلا انواع العذاب، اش وقت يا عباس من حزن اعتصم. الله الله، زينب تحاكيك وينك يا الشفيل، ولو زينب خويا ظلت بس اسم، اركب على الهزل مو هينه يا خوي، واكحيا بن والدي واكحيا بن والد عيون الخصم، بالخراب انبات ترضى يا الشفيل، خويا بعض الناس ساءت الفهم، تدري قام علينا يتفرج يزيد، وقام خويا بكل رهاوة يبتسم، صحت وينك يا ابو فاضل من بعيد، وانت راسك منفصل عن الجسم، شفتك اختاضيت وبحرق اعتنيت، وبيك صعدت غيرتك يا ابن الشهم، وانا صحت بصوت يا عباس تان، يا من فدوة تروح لك هاي الزلم. الله يا من فدوة تروح لك هاي الزلم. الله 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 عليك سيد. جميل جدا هذه القصيدة بحب أهل البيت وبحب سيدي ومولاي ساقي عطاشة كربلاء الإمام الفضل عباس عليه السلام. من تحسين إلى ملا سامر، حياكم الله، الرادود المبدع صاحب الحنجرة الجميلة جدا ودائما ما تنغمت بحب أهل البيت عليهم السلام. ملا سامر، اختيار القصيدة ضروري جدا للرادود، كيف يختار ملا سامر القصيدة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه بها صدري. بالبدء أرحب بخادم الحسين والمقدم المبدع وليد الباوي والأخ الشاعر تحسين الخفاجة وكادر. يجب أستاذ وليد في كل وقت وفي كل مناسبة يجب أن يختار الرادود الطريق والوزن الشعري وكذلك اللحن، فيجب مجالسة الشاعر لاختيار الكلمات وتنقية الكلام. نعم، يعني إيه؟ حاليا ملا سامر من ياخذ نعم. القصيدة ونفرض من استاذ تحسين شاعر واكيد نعم. قال انا اليوم عندي قصيدة جميلة نعم. هاي ملا سامر نعم. راح تقعدون بيناتكم انه تتناقشون بهذه القصيدة أكيد. مثلا اكيد نتناقش بالقصيدة ونشوف شنو الموجود بها، يعني اذا كانت كلمة مثلا او مفردة. نعم احسنت، يعني مثلا نقول ما نالت استحسان ملا سامر، احسنت، نقول للشاعر يجب ان تغير هاي الكلمة. اي عفوا، يعني أكيد راح تكون الأمانة الكبيرة جدا هي بحوزة الرادود، أكيد لأنه أحسنت. هو اللي الواجهة بقراءة هذه القصيدة، يعني أحسنت، رغم أنه هي الأمانة الكبيرة بين الرادود والشاعر. أكيد نعم أحسنت. نعم. إحنا نحب قلنا بداية سمعنا قصيدة خادم. جميلة لأبو الفضل العباس سلام الله عليه، نسمع فد شيء من عندك ملا أبو الفضل العباس. إن شاء الله سلام الله عليك يا ملا. إن شاء الله أنا بخدمتكم. إن شاء الله للشاعر الحبيب تحسين الخفاجي. إن شاء الله. أم البنين سلام الله عليه تسأل أبو الفضل العباس، موجه لفاطمة الزهراء سلام الله عليه، تقول لي ما أشوفك بالقرايات يا ابني، دهر على الحزن يا يما ذبني، وينك يا أبو فاضل هاجت آلامي، أنا أم الغريب المن ذبح ظامي. الله، نسمعكم اليوم إن شاء الله. ما شوفك بالقرايات يا بني، دهري على الحزين يا يما ذبني، ما شوفك بالقرايات يا بني، دهر على الحزين يا يما ذبني، وينك يا ابو فاضل هاجت آلامي، انا ام الغريب من ذبيح ظامي. ما اشوفك بالقرايات يا بني، يا ابو فاضل انت غالي،
وقلب ما ينطين عوفك جيت أسئلك ليش يا بني بالمجالس ما أشوفك يا أبو فاضل ليش تبيتي زينب تقدر ظروفك حز دميعتك لا تناشي انت ضحيت بشفوفك يا عباس راح القار يقرأ مجلسنا بدو لازم تحضر يا عباس راح القار يقرأ مجلسنا بدو لازم تحضر صاب حسين هد حالي وطو احلامي انا ام الغريب المنذب احضامي انا ام الغريب المنذب احضامي انا ام الغريب سنت هذه هذا اللحن جميل جدا وكذلك القصيده جميله للشاعر المبدع تحسين الخفاجي. تحسين الخفاجي دور للشاعر كبير جدا خاصة في هذه الهجمة الذي نعيشه هذه الأيام والأوضاع السياسية الكبيرة جدا، وهناك الكثير ممن يتقصد محبين أهل البيت عليهم السلام. أكيد يكون للشاعر دور كبير جدا في هذه المرحلة. نعم فما هو وليد. دورك في هذه المرحلة؟ نعم أستاذ وليد، اليوم الوطن رايد لفزعة. الله، الوطن رايد لفزعة من الرادود، من الشاعر، من مقدم البرنامج. نعم رايد نكون ايد وحده لكي كل ما يعمل من موقع يعني. احسنت. نعم. لكي نكسر شوكة الارهاب ان شاء الله. ان شاء الله. واقول داعش هذا حدك، انا بن ذي قار، غسيت الدنيا قبلك واسأل الشطرة. ما حاجة اسولف واحكي بالتفصيل، بس المهم لازم توصل الفكرة. حشمني الوطن وانا اعتنيته بشوق، وعد عيناك قلت له وطمني الصبرة، شلت بيرغ عمامه وهوست هوسات بيهن حجوا من ربيل للبصرة. الله 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 يا تحسين. انا ابن المضايف والقصب والهور، وبالحسجة يسمونه خشم سمرة، أتلقى الموت ملقى وما أهاب الموت، ولي يخون الملح والزاد ما عذره، بهدوم لها السريحة البارود، وهاي ويا الرصاص سنيني لعشرة، صعدت غيرتي وطق صبر والعباس، وإن منكم ألزمة إلا طق ظهره، تريدون الحكم بيد الإرهاب يصير، وتذبحون العراق وينتهي أمره، كل ظنكم بعد يرجع حزب هدام ويظل يعدم بكيفه ويسلب الفقرة، لا والقلخ خيبر إلا هز الكون، وشك صدر السماء واصعد على القمرة، بيكم راح أهوس هوست العباس وفزز راحت النايم بقبره. أحسنت. سمعت الموصل تنختني واختاضيت، وبدلالة تسعر ظلت الجمرة، أنا ابن المرجعية الحلف بيها الزود، بعين الوطن شلته وعرفت قدره، كنت محتاج فتوى وهسه جت تدرون، ولازم أهم رجلي وأسرج الشقرة، بلحاياكم شرط راح أكنس الأنبار وخل أخباركم توصل السامرة. الله. وخل أخباركم توصل السامرة. حلوة هذه القصيدة والقصائد الثورية وبحب الوطن. أكيد ملا سامر كان له دور كبير جدا في هذه القصائد الثورية، كان عندك أكيد. دور كبير جدا بالقصائد الحماسية اللي هي دائما تكون فيها مشاعر جياشة كبيرة جدا. أكيد. ملا سامر عندك هيك نوع من القصائد؟ نعم أحسنت حبيبي وعزيزي الشاعر علي الخفاجي. علي الخفاجي وغني عن التعريف بعد أبو حسن. نعم نسأل الله له التوفيق ولكم بحق محمد وآل محمد. نعم.
غيري حسين ما نحشق ولا نهوى ودنيا بلا محرم كل شيء ما تسوى الله يا حسين بضمايرنا يا حسين بضمايرنا يظل هذا النشيد يعيش ويانا وبي حتى طفينا يردد لسانه الما ننسى حبه شلون انسانك ذكر حسين يصبح لي القلوب سلوى يا حسين بضمايرنا نعوف ولدين يا كلها نقعد ببابه ونقضي العمر خدام لترابه نلطم على الصدور والدم عسد شابه فدوى نصيح فدوى نصيح لحسين العمر فدوى ما نقدر ما نقدر ما نقدر دويت ناريل عشيق بينا حفاظ نسمع ونسينا حروف وسامينا جننتنا جنينا بمحبتي حسين جنينا ونصرخ بالشدد لو حلت البلوى. أحسنت أنت والشاعر علي الخفاجي. أكيد هذه قصيدة جميلة جدا وهو رجل مبدع بهذا الشعر الحسيني. أتمنى بحق محمد وآل محمد أن يتقبل منا ولو هذا القليل. آمين رب العالمين. أحبتي مشاهدين الكرام ما زلنا معكم وكذلك مع الخدم الملوك بحب الإمام الحسين. كونوا معنا بعد فاصل قصير. لا ليمان يا رشيدنا وغاية قصيدنا دار الحيمة ومأوانا بالآخرة ودين غير حسين ما عدنا غير حسين ما عدنا وغاية قصيدنا جو لا ليمان يرشدنا وغاية قصيدنا. عدنا معكم أحبتي مشاهدينا الكرام مع خدمة أهل البيت من أهالي الناصرية وما زالت عدسة كاميرا الإمام الحسين الفضائية في هذه المدينة المضياف المحبة لأهل البيت عليهم السلام مع الشاعر الحسيني تحسين الخفاجي وكذلك الملا الرائع ملا سامر عدنان صاحب القلب الطيب والأخلاق الطيبة وكذلك النفس الطيب بخدمة أبو عبد الله الإمام الحسين. قبل الفاصل كانت قصيدة جميلة لعلي الخفاجي وهو شقيق أستاذ تحسين الخفاجي. تحسين على الخفاجي كان تأثير وهو شاعر كبير جدا في الناصرية والشطرة بالتحديد كان له تأثير على شعر
تحسين خفاجي أو يعني فقط على الخفاجي يكتب الشعر في هذا البيت المبارك بحب الإمام الحسين إن شاء الله. نعم أستاذ وليد، الأستاذ علي الخفاجي له فضيلة كثيرة عليه. نعم يعني يعتبر صاحب الفضل، صاحب الفضل الأول بتعلمك الأوزان. نعم. الشعرية وكذلك طريقة الكتابة الشعر. نعم. الحسيني. نعم. ولا أنسى الأصدقاء الشاعر عدنان الزيدي وعماد العقيلي، تحياتي لهم من قناتكم المفضلة. تحياتنا لهم، شعراء كبار جدا وقدموا الكثير من القصائد الحسينية. نعم تكلمنا عن الخفاجي ونفس على الخفاجي، قصيدة كان على الخفاجي إلى دور بيها وهي الأستاذ الشاعر تحسين. هواي قصائد بالنسبة على الخفاجي. يا حسين سفرتكم شنها طويلة، لا تمشي وتهاجر عن العليلة، حتى الهوى كذاب لمن يدق الباب، يا حسين سفرتكم شنها طويلة. الله الله الله، سنت يا حسين، بصمة كبيرة جدا وحلوة. سمعنا فد شيء إن شاء الله كانت لبصمة على الخفاجي، نريد نسمع لتحسين الخفاجي. هذه القصيدة كانت لي بالنسبة لعلي الخفاجي. قولي يا أم الوفا وبس انتخين، راية الله اليوم أخليها بيميني، أنا العباس تعرفني الناس، زينب أخت مدللة وهاي الحبيبة، زينب وحتى النجم لو ترضى جيس. الله 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 الله، مرفوع الرأس أنا العباس. أحسنت، موافقين موافقين، قصائد جميلة جدا وتغنت بحب أهل البيت عليهم السلام وتنغمت كثيرا. ملا سامر عدنان، يعني الأبوذية لها جمالية خاصة في المجالس وفي بداية المجلس، والكثير من الروادين يعشقون هذا النوع من اللحن أو الأبوذية اللي يستخدموها دائما في بداية المجلس، وهي دائما ما تثير الدمعة. أكيد أستاذ ملا سامر يستخدمها في المجالس؟ نعم نستخدم طريقة البوذية وطريقة كذلك النعي، لأن أكثر الناس يعني تتحبب لطريقة النعي والأبيات البوذية. عدة طرق، يعني عدة طرق، طريقة البياض، طريقة الحجاز، عدة طرق يعني تقدر تقراها بها طريقة النعي وكذلك طريقة الأبيات البوذية. طبعا ذكرت المقامات اللي ذكرتها حاليا هي تكون في مرحلة الحزن. أكيد. ودائما تكون في بداية المجلس انثار الدمعة عند محبين أهل البيت عليهم السلام بحب الإمام الحسين عليه السلام. يعني أكثر شيء المقامات يعني البيات، كذلك الحجاز. احنا نريد نسمع أبو ذياب. أنا خادم، أنا خادم، خادم الزهراء إن شاء الله. وحق ضيم وحق ضيم السدى الزينب ويرهى ويرهى زمان النار اللي بقلبي زمان النار اللي بقلبي ويرهى ويرهى خضيم الشمر سب زينب عم هضيم هضيم الشمر سب زينب ويرهى ويرهى وطبع صوت بضغار بنت الزكية والويالي لاحمتني لاحمتني زينب والمصايب لاحمتني يا بزينب زينب زينب والمصايب لا أحمتني لا أحمتني وتوج نار المخيم الله الله أنا توج نار المخيم أنا لا أحمتني كذب ويزيد صوته الله 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 أنا كذب ويزيد صوته صوته لا متني بل شبه لهم زينب سبية الله الله أحسنت
والويل بالشبه لهم سيانا يا 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 بسبية يقول دمع العين دمع العين بد ما نشف الله يما 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 على الذبحة وما حد وقف يما أنا يما من نحرة يصيح حسين يما 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 تعايل زينة بغذا غسبية الله 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 يا 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 سبية الله 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 أحسنت يا أم اللسان هذا النفس الطيب وهذه العرب الصوتية جميلة جدا في حب الإمام الحسين عليه السلام وهذه ما تثير حقيقة المشاعر الجياشة والدمعة عند المحبين للبيت عليهم السلام وهناك رواية حقيقة سمعتها من زمان ملا سامق إنه سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام يقول تجمع هذه الدمعة التي بكت بحب الإمام الحسين وتقدمها أمام رب العالمين وتقول هذه دمعة من بكى على ابن الحسين اللهم اغفر له ذنوبه يا رب اللهم آمين بدمعتنا بحب الإمام الحسين عليه السلام سلام الله على زينب عليه السلام ثبتنا على هالخدمة آمين رب العالمين نتمنى القبول إن شاء الله يا ملا موفقين إن شاء الله جزاك الله خير جزاء المحسنين نتكلم عن تحسين هل تحسين شعره حاليا يحاكي حداثة الشعر اللي موجود حاليا في الساحة نعم استاذ وليد لازم الشاعر انه يحاكي الحداثه لان المفروض ما يصف شعره بمن بالقديم ولا بالحديث المفروض اثنينهن يستخدمهن يعني يجمع بين الشعر أحسنت. القديم وكذلك تكون الشعر. الحداثه موجوده في نفس الشعر يعني نعم احسنت لان هناك ناس كبار في السن ما يفهمون شنو الحداثه بينما تجي اكو هسه نشوف احنا بعض الشباب توسع الشعر الشعبي وصار هناك حداثه بالشعر نعم فما ما يستلذ بالمفرده يعني نقدر نقول تحسين الخفاجي شاعر تحسين الخفاجي جمع بين الشعر القديم والشعر الحديث وطبعا راح تكون الطريقه اجمل واحلى بعد احسنت نعم احنا نريد نسمع مثل هيك نوع يعني من الشعر الحسيني اللي موجود حاليا في الساحه نعم هاي زينب بيها تحتار العقول هاي خت عباس سبع القنطرة هاي بتخير النسا وخير الأنام ومثل زينب كذب ما جابت مرة الله روح دور وانشد قد ما تريد مثل زينب ماكو وحدة معتبرة الله 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 الله, الله ها عباس وينك صدق ساكت عود وقبر اختك صبح بيد الوهابية زينب قاعدة بباب الصحن ترجاك احتنت كوسر حزنها ولاذة تفية الله وجت ليها رقية وناحلة من الضيم وتقلها يا عم تفكري لي قصفة وقبتي وسدوا عداي الباب واشو صاحت ولا زاير يمر بي وزينب بدت تبكي وزهق منها النوح وشبقتها بدمحها وعينها ربية أمس بالطيف ليا تقلها جل عباس وصاحاني وشبقني وهبط علي ما مرتاحة قلت له وداعتك عباس اخذني الكربلة ارتاح لشوي الله الله الله, 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 الله ما قصدي أجرحك لا وحقك لا بس تدري الأمانة عليك مبنية تجي لو ما تجي يمشرع بالخيل لو عباس ناوي تقطع الجي ردت كربلة ورد عسكر ابن زياد ويومية الأحداث الدور يومية امتحان الوكس سوى زينب الحوراء وزينب بالنواي بطلعت مية الله وزينب بالنواي بطلعت مية بالنواي بطلعت مية أحسن أحسن الله إليك موفقين إن شاء الله جمالية الصورة الشعرية موجودة شفتها عند تحسين وأكيد هذا جاي من جهد كبير جدا يعني بكتابه الشعر الحسيني الله يحفظك استاذ هاي شهاده احتز بيها وهاي الدلاله على انه ثقافه الشعر الحسيني المفروض تصير نعم. عنده تكون ثقافه بحتى انتقاء المفرده يعني احسنت المفرده يعني السهله البسيطه التي
تصل للمتلقي. نعم سيد، يعني نصور كثرة القراءة تولد هاي السليقة بالشعر الحسيني شان. وكذلك حتى قراءة الشعر بكثرة وقراءة نعم. الكتب راح تولد فد شيء وثقافة خاصة عند الشاعر وكذلك حتى الرادود الحسيني سيد. وأكيد هم الشاعر والرادود هو أحد مكمل للآخر ودائما أذكرها في أكثر اللقاءات أنه هو الشاعر أو الرادود اللسان لهذا الشاعر وهذه القصائد الجميلة اليوم اللي سمعناها ما أعرف يعني جدا مستبشر خير بوجود قصائد جميلة جدا. إذن ما زلنا معكم أحبتي مشاهدينا الكرام وخدم ملوك. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كثرتها تجيلة وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه آراؤنا فيه جميعا والذنوب هواي كثرتها. ها نحن نعود معكم أحبتي مشاهدينا الكرام مع خدمة أهل البيت عليهم السلام بهذه المدينة مدينة الناصرية وكما ذكرت أنها مدينة محبة لأهل البيت عليهم السلام ووجود الكثير من الشعراء والرواديد الحسينيين كذلك أحبتي أنوه دائما على وجود ضيوف كرام من خدمة أهل البيت عليهم السلام الشاعر الحسيني تحسين الخفاجي وكذلك الملا سامر عدنان. اليوم كانت جلستنا جميلة بحب الإمام الحسين عليه السلام. ملا سامر احنا كانت ختامنا مع الشاعر تحسين، نبدأ معك إن شاء الله بنسمع فتشيء بقصيدة. احنا البارت الأخير راح يكون نسمع قراءات أكثر حتى نستمتع بهذه القراءات وهذه الحناجر الحسينية المباركة إن شاء الله. ودعت الله يا عمور عاش بنوايب دعت الله يا عمور بالدمع ذايب الله 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 وياش يا زينب الله وياش الله وياك يا زينب الله وياك غمض عينك يا العقيلة ارتاح من همي الزمان راح ما شفتي يا زينب بس محن فوق المحن عينك ودمعة مصابك بالطفوف يتفارقين وندري بعيونك يا زينب من زمن ما غمضين شان حلمك تخفى بس عينك ثواني الله 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 خلها تخفى شاب عاد المين تتاني الله وياك يا زينب الله وياك الله وياك يا زينب الله وياك مبدع من لسامر حياك الله موافقين ان شاء الله. أكيد عندنا فقرة مشاهدينا الكرام وهي فقرة البطائق الحسينية أو البطاقات الحسينية. هذه البطاقات دائما تكون مع الشاعر يعني، فأتمنى أنه تسحب لي بطاقة من البطاقات اللي موجودة وإن شاء الله راح تكون على قصيدة نسميها القصيدة وراح تسحب لي واحدة من البطاقات إن شاء الله. نعم هذه البطاقات إن شاء الله نشوف البطاقة اللي طلعت لنا اللي هي عبست وجوه القوم حذر الموت والعباس فيهم ضاحك مبتسم وهذه قصيدة بحق أبو فضل العباس فنسمع إن شاء الله بحق سيدي الملا أبو فضل العباس عليه السلام وراح أكيد الملا راح يجاوبك إن شاء الله مباشرة. ردت أرسم لصورة شيمة العباس أجومها قلت وبقلبه علك الله بعدنا بصارمة واسمع صهيل الخيل تصهل وأبو فاضل ما مفارقها لقيت الزلم بيها مبيس العباس لفوق يشيلها وبالقاع يلزقها الله 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 وخيرهم شبع طبرات يم الماي والطف انترس من قض ضحاياها
صالع لالمية تقول ابو الحملات، ونجوم الظهر عباس راواها ذب سيفه وتسرف انطبق هاي بهاي، وعشاط الزلم كفخه اجاباها، وحراس الشريعه اشتبهوا بعباس الله ما يدرون يا فارس تعناها، شي قالت علي وشي لا بعضهم قال، وشي سمعت باسمه وطلبت احفاها، لان صعب المهمه والوضع تعبان، شدهم بيه وانحسمت مناياها، سيف على الرقاب يحوم حوم الموت، وحلوق الزلم عباس شقاها، طبل المشرعة وسطرها عرض بطوض، وتركض على النهر حفاي خلاها. الله اللي يشرد يبتلي والمات هذا ارتاح، وروحه بتهلك الماشرة الذباها، حيرش ما تصدها تموت يعني تموت، فرج الكربلة العباس سواها، اجاها من الخيم والراية عدي مناه، زمط لخته وأجيب الماي ناداها، وفعلا من نزل خلى الجرف عطشان، شال المشرعة ويم اختجراها، يسحل بيها جه ويضحك عليها الموت، باست رجل زينب إلا هداها، باست رجل زينب إلا هداها. اذكر وفاء أم البنين. سلام البنين. زينب عيقوب واليها، رحمة الله على روح حمزة، أمي الويفت واسيها، زينب بقلبي المحتار، مهضومة رجعت للدار، الله لقيتها أمي الأقمار، وهاكي اسمعي اشحال بيها، زينب عقب واليها، أمي الويفت واسيها. الله الله الله. ردت تهل دمعتها وفارقت كل اخواتها، وعودت من غربتها وجمرتها شي طفيها، زينب عقب واليها، أمي الويفت واسيها، ينحب قلبها الحساس، الله للأربع رفعت راس، من عقب اخوها العباس، من هو الذي باريها، من هو الذي باريها. الله يا ام اللتامة، الله الله. وهذه الاطوار القديمه يا اخي ترجعنا لايام محرم، ايام محرم خاصه يعني، دائما من نسمع حتى في أي مو أيام محرم، ولكن بنسمع قصيدة قديمة لحمزة، للكثير ملا وطن، شيخ وطن، الكثير من الرواديد القدماء والشعراء، وهذا النفس طيب أكيد نستشعر بمحرم، وأننا في أيام محرم، وخصوصا إحنا في أيام محرم. موفقين إن شاء الله، الله يحفظك ويخليك إن شاء الله. أحب أنه ملا إذا سمحت لي، وكذلك شاعرنا تحسين الخفاجي، أسمع مساجلة بين الشاعر والرادود بقراءات الأبودية إن شاء الله. استعان. نعم. الفرح يوم صرت للحزن هدني، هدني. الفرح يوم صرت للحزن هدني، وانا حيلة احس للقاع، هدني هدني، ولك لا تشد دي بحبل، هدني، ترانا بتعلي وام الزكي. الله الله الله. بعد شي فيدني همي، بعد شي فيدني همي،
يصيح ولاجد صياحي. واويلا. يقول الصيح ولاجد صياحي ولا ماي ولا ماي ولا ماي لا جربل بقت عندي واويلا. يا بلا جربل بقت عندي يا ابو فاضل ولا ماي ولا ماي ولا عين لاجد بيك الثنيه. الله الله. يا ولا عين لاجد بيها يا الثنيه. انا يا ابن امي بالتحساب وانساب انا يا ابن امي بالتحساب وانساب ونزل بشفاق دمع حيف وانساب ترضاها انضرب بالصوت وانساب وتتشمت تقوم عداك بيه. للماي للماي للمرحوم الحاج مهدي الأخرس رحمة الله. الله يرحمه رحمة الله على روحه. للماي للماي يقول لوم الروح لوم الروح ما تلتفيت يا بل الماي للماي وراح اللي يجيب دواي عم والماي والماي عمت عين عمت عين يا ابو فاضي عمت عيني وقلت لك روح للماي للماي رحت واستوحدوك اشرار ميه والويلي رحت واستوحدوك اشرار ميه. الله الله يا ملا سامر والله عليك يا استاذ تحسين شاعرنا الكبير جدا اليوم. ما اعرف انه كان شعر جميل ورده جميله وصاحب حنجر جميله موفق ان شاء الله بخدمه الامام الحسين عليه السلام. واحنا حقيقه وصلنا الى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نحب نسمع كلمه اخيره للشاعر الحسيني تحسين الخفاجي في برنامجنا لهذا اليوم. في البدايه أنا أشكركم أستاذ على إتاحة هذه الفرصة. نعم. لإيصال صوت الحسين إلى أبعد مدى إن شاء الله موفقين إن شاء الله. وأكيد الناصرية وهذه المناطق ومنها قضاء الشطرة هم إبداع كبير جدا بحب الإمام الحسين عليه السلام. وكلمة أخيرة للملا سامر إن شاء الله راح تكون. تقدم بالشكر الجزيل للأخ العزيز أبو بنينا الطيب الله يحفظه الله يحفظه. وكذلك أقدم الشكر الجزيل لكادر قناة الحسين ونسأل الله لكم التوفيق جميعا بحق محمد الوالي محمد. كذلك بدورنا نقدم الشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ حكيم الرميض مدير هذه الـ 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 أو هذه القناة المباركة إن شاء الله وهي الراعية مع قناة الإمام الحسين الفضائية في هذه المدينة المباركة مدينة الناصرية. ولا ننسى إهداء ثواب هذا العمل إلى خادم الإمام الحسين سيد حميد سيد طالب الجماس. إذن أحبتي مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خدم ملوك. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل في أمان الله وحفظه وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج خدم ملوك.